مشيت نجيب البوطة خويا، قالوا لي راه تزادت فيها 10 درهم ولا ب 50 درهم بالنسبه لشي وحدين كان كيبيعوا ب 42 درهم، ولا صبحات زايده ب 10 ديال الدرهم بس صبحات. ما عرفنا كيفاش جات هذه الزياده، واش على قبل هذاك الدعم ولا على قبل شتا ما بقاش بغاو يدعموا حتى واحد، ولا ما عرفتش اخويا كيفاش هذا. بالنسبه اللي كياخذ بوطة في شهر ولا في شهرين ولا ثلاث شهور راه مزيانه لي، وهذه بالنسبه للملقب اللي كيستاهل كيستاك 10 البوطات في النهار او 15 بوطه راه بزاف. يا خنوشه كيهضر ربي، هان الزياده هذا نور البارات عدل. انا اركت زيت سكر شويه، انا سكر شويه الخير. اليوم سالت لي البوطه الصغيره، والله الا سالت لي الصباح بغيت ندير كاس ديال اتاي الدراري، جيت الخدمه يلا خرجت غادي نمشي دابا نعمرها، ما استطعتيش اوليدي باش ناخذها ب 50 درهم 40 درهم وراه كتجينا قاصحه. عاد 50 درهم انا الكبيره ما بقيتش قدرت عليها، كنجيب الصغيره علاش قديت. كنجيب الصغيره 10 درهم والله شاهد عليهم، يلا معايا حتى للدار تشوف. كنجيب الصغيره ودرهم ديال الجلده هي 240 او 220 ريال. كون وصلنا منين ندوزو عند سيدنا الله ينصرو لينا والله يخليه لينا، كون مشينا عنده وشكينا عليه وعاودنا ليه، حيت حنا ما عندنا اللي خدام علينا، وعندنا الراجل مريض بالقلب ومريض بالكلاوي ناعس الدار. لا والله ما كناخذه انا بعدا، والله ما مقيده فيه ولا كناخذه، والله شاهد عليا وليدي ما نصرفش على وليداتي، ما كناخذ لا دعم لا والو. وهادشي ديال الغلا وهادشي الخضره زايدين فيها، اللحم ما كندوقوش من العام للعام، الا حنا لحقنا ليه ما لحقناش ليه والله ما كناكلوه. لا قدينا على شويه تاع الدجاج ولا شويه تاع الحوت، راه الحمد لله والنعمه بالله، الا عطاها لينا سيدي ربي مرحبا بها، ولا عطاها لينا العبد ما نسمحوش ليه. واش غنديروا حنا تحت داكشي اللي داروا لينا؟ راه غادي نطبقوه. قالوا لنا 50 درهم دابا راه غادي نحيدوها حتى حنا من جوفنا ونخلصوا البوطه. ما يمكنش تجلس ما طيبش لوليداتك الماكله وهكا، هادشي اللي كاين بزاف علينا حنا. 800 ريال وجاتنا قاصحه، عاد 1000 ريال بزاف 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 والله. انا عندي امكانيات شويه كنعرف نديباني راسي وتقهرت، ما بالك مسكين اللي ما عندوش كاع. انا راجلي خدام وكاك وتقهرنا، عاد واحد مسكين ما عندوش راه بزاف هاد الزياده والله. نطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا وينقص علينا بزاف د الحوايج. ها الخضره غاليه، ها سميتو ها الدقيق، كلشي كلشي غالي، الزيت. الله يدير شي تاويت الخير وصافي والله.